الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن مشكلة حقيقية بتواجه كل مربيين الأرانب، المحترف والمبتدئ، لأنها تبقى مشكلة ظاهرة بتخلي مشروع الأرانب أو تربية الأرانب تفشل، وهو الموت المفاجئ. ناس كتير بتشتكي بتقول أنا بطالع الصبح أو بالليل أكل الطيور، وأجي بعديها تاني يوم ألاقي أرنب ميت أو أرنبين، ومعرفش إيه، ما كانش فيه أي أعراض ظهر عليه، مرض ولا أي حاجة. أنا عايز أقول لكم يا جماعة على حاجة، إن الأرانب من الحيوانات اللي بتقدر تخفي الأمراض بتاعتها، خاصة الأمراض الداخلية ما بيبانش عليها بسهولة. الأعراض ما بتظهرش على الأرانب بسهولة، الأعراض الداخلية، إنما الأعراض الخارجية زي الجرب أو البرد أو الإسهال أو الكلام ده كله، ده بيبقى أعراض ظاهرية فبتظهر على الأرنب، إنما الأعراض الداخلية الأرانب بتقدر تخفي الأعراض دي. أسباب الموت المفاجئ هي أسباب كتير، وإن كان النتيجة واحدة وهي الموت. عشان مطولش عليكم هنتكلم عن سبب سبب ونحاول نستوعبه، ولكن لازم تعرفوا إن ممكن الأسباب ديت سبب يبقى هو في عند ناس معينة أو عند مربي معين هو سبب الوفاة، وعند مربي تاني ممكن يبقى عادي جدا مفيش أي مشكلة الحاجة دي عنده والأرنب ما بيموتش. فدي كلها اجتهادات علماء واجتهادات ناس مربيين أفاضل، احنا بنحاول نوصلها لحضراتكم. السبب الأول يا جماعة من أسباب الموت المفاجئ وهي ارتفاع درجة الحرارة. أنا اتكلمت مرة في الموضوع دوت، إن يا جماعة الأرانب على قد ما هي ممكن تستحمل درجة حرارة منخفضة أو درجة حرارة عالية، إلا إن هي بتيجي في وقت معين ما بتقدرش يستحمل درجة الحرارة. درجة الحرارة الطبيعية للأرنب بتبدأ من 18 لحد 23 درجة مئوية، فيجي في بعض الأحيان تلاقي الأرنب درجة الحرارة وصلت عندنا مثلا ممكن توصل 40، توصل 45 و 38، وبالتالي بتبقى الإجهاد الحراري عند الأرنب بيبقى عالي جدا، وبالتالي ممكن يؤدي إلى الوفاة. وزي ما قلت لكم إن ممكن الوفاة تبقى سبب إن الإجهاد الحراري أو الارتفاع الحراري يبقى سبب عند ناس في الموت، ممكن ما يبقاش سبب عند ناس عند عادي، يبقى عادي جدا الأرنب عايش عادي ومش مشكلة. ده سبب. السبب التاني وهو الخوف. احنا عارفين يا جماعة ان الارانب ممكن لما تخاف تاكل عيالها، تخيلوا. ايوه، الارنب لما بيخاف ممكن ياكل عياله، وبرضك الارنب لما بيخاف ممكن يحصل له نوبة قلبية او صدمة تؤدي الى الوفاة، وبالتالي الخوف من القطط او الكلاب او الموسيقى العالية بتؤدي للوفاة عند الأرانب، وبرضك ممكن يبقى ده سبب عند ناس في الوفاة، وممكن ما يبقاش سبب عند ناس تانية. بس عادة السبب ده بيحصل فين؟ بيحصل عند الناس اللي بتربي الأرانب كحيوان أليف في البيت، يعني مثلا بيبقى عنده أرنب مربيه في الشقة عنده كأرنب زينة، طبعا بيبقى اكيد موفر له جميع انواع الراحه، فممكن لما يسمع صراخ او يشوف قطط او فئران او الحاجات ديت ممكن يحصل له نوبه قلبيه وممكن يموت. السبب الثالث هو تسمم الحمل. الارانب لما بتحمل ممكن يحصل لها اجهاض، يحصل لها اجهاض وما تقدرش تستوعب أو ما تقدرش تستوعب الأجنة اللي في بطنها فتموت جواها، وبالتالي بيحصل تسمم داخل الأم. لكن المشكلة دي بتحصل داخل الأم امتصاص،
وده الامتصاص بيبقى طبيعي وغير ضار للأم. ولكن في حالة إذا استمر الإجهاد ده فترة أو الإجهاض فترة طويلة، فالتسمم ده بيبدأ ينتشر في جسم الأم وبالتالي بيؤدي إلى الوفاة. وده يا جماعة من مميزات التربية في السلكات. ليه؟ لأن عادة التربية في السلكات بتبقى أنت عارف الأم ديت ملقحة إمتى، وبالتالي تبقى عارف هتولد إمتى، وبتديها مثلا 2 3 بعد ميعاد ولادتها، ولما بيحصلش ولادة بتقدر أنت تديها طلق صناعي أو تقدر تديها تنظيف داخلي، فبالتالي بتقدر تحافظ على الأم. غير التربية الأرضي طبعا هي بتلقح وقت ما هم عايزين وبتلقحوش وقت ما هم عايزين، فمبقاش فيه متابعة للموضوع ده. طيب الرابع حاجة السم، وده يا جماعة دي مشكلة كبيرة جدا. السم ده ممكن طبعا محدش هيقدم الأرنب سم طبعا، لأن الأرانب بتبقى متربية في مناطق مقفولة، لأن ممكن يوصل لها السم عن طريق الفئران أو القطط المسمومة. يعني يا جماعة في ناس ممكن يبقى جارك مثلا حاطط سم لفئران أو لقطط، فلما بتيجي تاكل السم دوت عشان تعيش تاني لو شربت مية بترجع فيها فبتبدأ تعيش. فطبعا المية دي ممكن، المية دي أكيد بتبقى مسموم. أنا الكلام ده حصل عندي من فترة كبيرة، كنت مربي بط على الأرض على السطح، كنت جايب كمية كبيرة، كنت جايب عندي حوالي 100 بطة مسكوف. الكلام ده من حوالي 8 سنين أو 9 سنين، وبعد ما شاء الله ما البط ده بقى عنده 2 شهر وتقريبا البط كان بط سكوفي، فجأة لقيت البط كله ميت. اكتشفت بعد كده ان في فار، لانه لقيته ميت بعديها في جنب، يعني كان مسموم وشرب من مية وترجع فيها، فالبط شرب منه فمات. فلازم الناس اللي بتربي خاصة أرضي أو الناس اللي بتربي حتى في سلكات تحاول تغطي الحاجة بتاعت المية أو الحاجة بتاعت الشرب اللي بيشربوا منها. طيب السبب الخامس، وده مهم جدا يا جماعة تاخدوا بالكم منه، وده ابتلاع كائنات مثل الزجاج والمسامير. دي الحاجات دي بتبقى حاجات حادة، لما بتبقى طبعا عادة بتبقى موجودة في الأكل أو موجودة على الأرض من قلة النظافة. الحاجات دي لما بتيجي بتخش في معدة الأرنب عن طريق الأكل طبعا بتبوظ معدة الأرنب خالص وبتهتكها، فبالتالي ويبقى الظاهر عندك حاجة خالص بتعمل نزيف داخلي في بطن الأرنب. وممكن لو حضرتك بقى بتتابع كويس الأرانب بتاعتك هتلاقي الأرنب بتاعك في فتحة وجود دم في فتحة الشرج من ورا، ودي علامة على حدوث نزيف داخلي، وساعتها لازم تروح للدكتور لأن لازم تدخل جراحي في الموضوع ده. مش بس الحاجات الحادة، لأ ده ممكن كمان الألياف بتاعة السجاد. الألياف بتاعة السجاد ديت إذا الأرنب ابتلعها بتعمل انسداد في الأمعاء وبالتالي بتؤدي إلى الوفاة. وفي أعراض للموضوع ده، يمكن ده من الحاجات اللي بتبقى من مسببة أيضا لتقليل الشهية عند الأرنب. في ناس بتشتكي برضك من أكل الأرنب، كان بياكل كويس ومرة واحدة بطل أكل أو أكله قل. ده يا جماعة ممكن يكون بالع حتة ألياف أو حتة من السجاد أو حاجة حادة، وبالتالي بتوقف معدته وبتؤدي إلى الوفاة. من الأعراض ديت، من أعراض الموضوع ده عشان تعرف الأرنب ده بالع حاجة ولا لأ، بتلاقي الأرنب عنده خمول، تلاقيه مش عايز يتحرك، تلاقيه قاعد كده على طول، وعنده قلة اهتمام بالأكل. وبالتالي الخمول وقلة الاهتمام ديت بيدله على إن الأرنب بالع حاجة. وخد بالك برضك من ضمن الحاجات من أعراض الموضوع ده بالذات، إن أنت بعد من حوالي 30 حوالي نص ساعة لساعة بتلاقي درجة حرارة الأرنب انخفضت جدا،
وبعدها بيموت على طول. طيب مشكلة تانية أو سبب كمان وهو اضطراب الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عند الأرانب يا جماعة جهاز حساس جدا جدا، وبالتالي لازم ناخد بالنا من طريقة الأكل أو من كميات الأكل اللي احنا بنقدمها للأرنب، وحاولوا بقدر الإمكان إن الأكل اللي بياكل الأرنب بيكون فيه دايما قش وعشب كتير عشان معدة الأرنب تبقى لينة وكويسة، لأن الاضطراب في معدة أو الاضطراب في الجهاز الهضمي للأرنب أرض أيضا بيؤدي إلى الوفاة أو سبب من أسباب الموت المفاجئ. برضك من أسباب الموت المفاجئ، وهو ده عادة بيبقى في التربية الأرضي، وجود أكتر من ذكر في مكان واحد، وطبعا ده بنتيجته إن هم بيبقى في شجار دائم بينهم وممكن يؤدي إلى الوفاة. وفي سبب برضك كمان اللي هو الطفيليات. الطفيليات يا جماعة الناتجة عن الذباب، ودي ذبابة بتبقى من قلة النظافة بتبقى موجودة في المكان وبتبيد البيض بتاعها على جسم الأرنب، وبالتالي اليرقات بتبدأ تاكل من جسم الأرنب، ودي بتبقى غير ملحوظة إلا عند الناس اللي بتبقى يعني واخدة بالها قوي من حياة الأرنب عندها، وواحدة مرة في التانية بتلاقي الأرنب مات مرة واحدة. والسبب الأخير بقى وهو وصول الأرنب لمرحلة الشيخوخة. طبعا لكل حيوان أو طير أو حتى إنسان عمر معين أو عمر نسبي، يعني الأرانب مثلا بيرجح إن هي بتعيش من 5 لـ7 سنين، ممكن توصل لـ10 سنين طبعا، لكن الكلام ده قليل بيبقى موجود عندنا، لان احنا عند عمر معين 1 سنة ولا 2 أو 3 بنبدأ نغير الارنب او نذبحه او نعمل سلالة جديدة. دي زي ما قلت لكم اسباب الموت المفاجئ عند الارانب. الاسباب دي يا جماعة زي ما قلت لكم رغم ان هي كتير الا ان هي النتيجة بتاعتها واحدة وهي الموت. وبرضك الاسباب دي اسباب اجتهادية، يعني ممكن تبقى عند ناس هي سبب من اسباب الوفاة، وعند ناس تانية تبقى امر طبيعي جدا جدا، فبالتالي كل ده امور اجتهادية. ولكن احنا لازم، ودي حاجة المفروض كل المربين يعملوها، لما تيجي تلاقي عندك ارنب مات موت مفاجئ على طول تاخده وتوديه الدكتور بيطري يبدأ يشرحه ويقول لك ايه سبب الوفاة، يمكن السبب انت مش واخد بالك منه فبالتالي تبدأ تتفاداه بعد كده. اظن كده انا اتمنى ان اكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. اتمنى من الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة ان هي تشترك في القناة، واتمنى من الناس ان هي تعمل لايك وشير عشان الناس كلها تستفيد. ودمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.